اهلا اسف، راكي بخير؟ صافا نتوما صافا الحمد لله. يا درا حليتي التمرين اللي عطيته لكم؟ وي حليته. كي جاك، سهل ولا صعيب؟ القراءة البيانية. التمرين شباب، و التمرين يبدا بالقراءة البيانية. على بالي بلي عندكم مشكل في القراءة البيانية. بهذه الطريقة أبت الأستاذة مريم بالاس من مستغانم أن تقدم دروساً وتمارين تدعيمية عن بعد باستعمال اللايف أو المباشر مع تلاميذها المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة التي تسير في ظروف غير عادية تطبيقاً للبروتوكول الصحي من جائحة كورونا. إثر جائحة كورونا وتطبيقاً للبروتوكول الصحي، جتني فكرة تقديم دروس عن بعد لإعادة الرياضيات لممتحني البكالوريا عن طريق اللايفات. مثلاً في حصة اليوم اختاريت لهم تمرين دالة لوغاريتمية من بكالوريا 2018 علوم تجريبية، وكم تشوفوا الصبورة تاعي واجدة والتلاميذ تاعي راهم على المباشر ويتبعوا فيه. إنصاف وزملاؤها يتابعون هذه الدروس التدعيمية من منازلهم وفي توقيت مناسب لهم باستعمال هواتفهم النقالة. الدافع اللي خلاني نتابع الأستاذة عن طريق اللايفات تاع الرياضيات لأنه كنت حاسة عندي نقص في مادة الرياضيات، والحمد لله دوكا كراني نتبعها راني حاسة عندي تحسن، وإن شاء الله ربي نجحنا نتبعوا أستاذة مريم في اللايفات وكاع في مادة الرياضيات نحصلوا على نتيجة مليحة في بكالوريا إن شاء الله، ونقدموا لها الشكر مادام رانا لهنا. حتى التوقيت الليلي الذي تقدمه لنا الأستاذة هو توقيت مناسب يكون فيه الجميع مرتاح. طريقة مثالية تقدمها الأستاذة مريم في تدريس ودعم تلاميذها بمساعدة زوجها الذي يحضر لها الجو التقني المناسب، إلا أن مشكلة تدفق النت الضعيف يعيق المتابعة في بعض المناطق.